لا تحمل الذاكرة القبطية والكنسية المصرية لتنظيم الإخوان الإرهابي إلا كل شيء سيء ومر منذ بداية إنشائها وحتى اليوم، ما بين تحريض وتنكيل وتخريب واضطهاد وتمييز، وصولا إلى القتل وإسالة الدماء والعنف والإرهاب. اعتمد الإخوان في تبرير جرائمهم التحريضية ضد الأقباط بالفقه المحرف والمتطرف الذي وضعه قادتهم وفقهاؤهم منذ سيد قطب وحتى عبد الرحمن البر ويوسف القرضاوي. استمر عداء التنظيم الإرهابي للأقباط حتى 25 من يناير لعام 2011. حاول استمالة الأقباط بالجزرة، وحينما فشل لجأ للعصا عبر بث الفتن الطائفية. وبعد وصولهم للحكم عانى الأقباط أشد معاناة من الإخوان خلال عام حكمهم اليتيم لمصر. ولن ينسى الأقباط أن أول اعتداء على الكاتدرائية المرقوسية بالعباسية حيث المقر البابوي حدث في عصر حكم المرشد. وبعد زوال حكمهم أظهر الإخوان وأنصارهم أشد ما لديهم من كراهية وبغضاء للأقباط والكنائس، حيث قاموا بتدمير 66 كنيسة ومنشأة قبطية خلال فض اعتصام ربع الإرهابي واستهداف منشآت في 9 محافظات. وكانت المنيا المحافظة الأكثر عنفا ب17 عملية، وفشل اقتحام 20 كنيسة أخرى بعد حصارهم. ليس هذا فقط، بل استمر مسلسل إثارة النعرات الطائفية والاعتداءات على منازل الأقباط وممتلكاتهم في الصعيد وخاصة محافظة المنيا، وصولا إلى الاعتداء الإرهابي على الكنيسة البطرسية في العباسية الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين والذي ثبت تورط الجماعة فيه. وما زالت جرائم الجماعة الإرهابية مستمرة ضد الأقباط لتؤكد أن الفكر الإرهابي لا يعترف بحرمة وطن ولا حقوق لمواطنيه من الأشقاء المسيحيين.